قراءة في كتاب مهنة القراءة للكاتب الفرنسي برنار بيفو. القراءة التي أرادها المؤلف وأوحى بها هي توصيف رمزي لمن يعشق القراءة منذ أطواره الأولى في الحياة، حتى بدت كأنها مهنة له، وهي ليست كذلك. كل الناس في العالم يقرؤون أينما كانوا وفي كل الأوقات. تراهم على الدوام يمسكون كتباً ورقية أو إلكترونية أو صوتية متاحة في الوسائل الإلكترونية الحديثة. هل انتبهت أنهم يقرؤون خارج نطاق وقت الوظيفة؟ القراءة ليست وظيفة إذن، بقدر ما هي فعل يمثل واحة استرخاء خارج الوظيفة. لذا لا أحد منهم يهتم بنشر قوائم طويلة عن كتب قرأها في الشهر الفلاني أو السنة الفلانية. اقرأ 100 كتاب أو 1000 لن يعني الأمر شيئاً للآخرين، وليس في هذا الأمر مأثرة لك. الأساس هو أن تقرأ وتتلذذ بما تقرأ وتجعله خبرة مضافة لك. أما أن تجعل من نفسك إعلاناً استعراضياً لماكنة قراءة بشرية فليس بالأمر الذي سيلقى هوى لدى الآخرين. اقرأ وتلذذ بما تقرأ، هذا هو منتهى الأمر وخلاصة الحكمة في القراءة. القراءة فعل منقاد بقرار شخصي، دافعه الأساس هو الرغبة في قراءة هذا الكتاب أو ذاك. ثمت ملايين الكتب المتاحة للقراءة في يومنا هذا، وبخاصة في عصر القراءة الإلكترونية الذي جعل من التحسر على قراءة كتاب ما ذكرى مطوية في غياهب النسيان. نحن نختار الكتاب الذي نريد قراءته بحسب إعداداتنا المسبقة. من يشأ قراءة الروايات والاكتفاء بها فله ذلك، ومن يشأ قراءة كتب تقنية أو الفلسفة أو الاقتصاد أو السياسة أو الاجتماع فله ذلك أيضا. أنت في النهاية تختار الكتب التي تسعدك لأنها تتوافق مع إعداداتك المسبقة. ولا أظن أن أمرا ما في هذا العالم يمكن أن يرغم أحدنا على قراءة ما لا يرغبه إلا في حدود ضيقة للغاية يمكن تجاوزها فيما بعد. في القراءة أنت الفاعل الأكبر، أنت من تحدد الكتب التي تختارها اختيارا يتوافق مع ذائقتك ويحقق انتشاؤك العقلي والنفسي.